السلام عليكم، ازيكم؟ برحب بيكم متابعين الكرام في فيديو جديد هكلمكم فيه عن الهايجينيك كيت. الهايجينيك كيت دي هي العلبة العجيبة اللي انا بديها هدية لكل حالات التقويم اللي متابعين معانا في العيادة. مش بس كده، انا عايز اقول لكم ان دي احد المفاتيح اللي بتؤدي الى نجاح التقويم باذن الله بشكل عام. طيب ليه العلبة دي مهمة وايه اللي موجود جواها بالظبط وازاي احنا بنستخدمها وتفاصيل كتير تانية هقولها لكم جوه الفيديو. بس ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وشير وتفعلوا الاشتراك في القناة وزر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا دكتور اسلام نبيل، استشاري تقويم الاسنان والفكين، معاكم النهاردة هوري لكم العلبة العجيبة او العلبة السحرية اللي انا بديها لحالات التقويم المتابعين معانا. وعايز اقول لكم ان في منها الوان كتير خالص علشان ترضي كل الاذواق، وهوريها لحضراتكم حالا. زي ما انتم شايفين عندنا الوان كتير خالص تقدر الحاله تختار الهديه اللي تعجبها. طيب العلبه السحريه دي ايه اللي موجود فيها بالظبط؟ انا هفتحها قدام حضراتكم وعايز اقول لك بكل وضوح وبكل صراحه ان العلبه دي لازم تكون صديقه حاله التقويم من داي 1. من اول يوم انا بقول لكل حالات التقويم اللي لازم تعتبر العلبه السحريه دي هي اقرب اصدقائك. طيب ليه؟ وايه اللي موجود جواها بالظبط؟ ركزوا معايا هنا. وعايز اقول لكم ان هي، انا هفتحها قدام حضراتكم بالشكل ده اهي، دي الهايجينيك كيت بتاعتنا. اوكي، واضح. طيب ايه اللي موجود جواها بالظبط؟ بكل بساطه نبدا كده بسم الله. اولا التايمر، التايمر ده علشان يفكرنا ان احنا لما نيجي نبدا نغسل اسناننا ان احنا ناخد وقت شويه، مفيش داعي ابدا ان احنا نكون مستعجلين في غسيل الاسنان بحيث ان احنا نخلص بسرعه بسرعه بسرعه. وعايز اقول لكم كمان النقطه بتاعه المعجون او التوث بيست، مفيش داعي ان احنا نستخدم كميه كبيره من معجون الاسنان اثناء غسيل الاسنان في وجود التقويم المهم او حتى في عدم وجود التقويم. احنا بنستخدم جزء صغير قد العدسيه بالظبط، لكن المهم ان احنا ناخد وقتنا، تيك يور تايم اثناء البراشنج وانت بتغسل اسنانك. فالتايمر ده بكل بساطه علشان يفكرك، احنا اكيد كلنا شفنا نموذج للساعه الرمليه هي بتاخد حوالي نص دقيقه او دقيقه، علشان تفكرنا ان احنا ناخد وقتنا ما نبقاش مستعجلين اثناء غسيل الاسنان. طيب خليني كمان اقول لحضراتكم على ايه المكونات اللي موجوده جوه العلبه السحريه بتاعتنا. النقطه الثانيه هي المرايه، المرايه دي زي المرايه اللي انا بستخدمها اثناء التشخيص عندنا في العياده، وفي جمله مهمه جدا انا بقولها للحالات بتاعتنا، انا عايزك يا فندم تثق في عينيك مش في ايديك. يعني ايه؟ او تثق في عينيك اكتر من ايدك. يعني عايزك اثناء غسيل الاسنان وحضرتك بتستخدم الفرشه اثناء البراشنج مهم جدا ان انت تبص على اسنانك في المرايه، دايما العين لان هي اقرب الى المخ فبالتالي بتكون اصدق. لكن احنا ممكن اثناء البراشنج واحنا ماسكين الفرشه نغسل بسرعه بسرعه او نغسل منطقه ونتغافل عن منطقه ثانيه ما ناخدش بالنا منها، فبالتالي ايدينا مش هتكون بالدقه الكافيه. لكن لو احنا اثناء البراشنج احنا بنبص بعينينا في المرايه وبنتخيل احنا بنغسل اسناننا ازاي علشان نتاكد ان احنا شلنا كل بقايا الاكل من على الاسنان ومن على جهاز التقويم، ده هيضمن لنا افضل فرصه لتطهير الفم وان هو نتاكد ان هو خالي تماما بعد الوجبات من اي بقايا للاكل. فده بيكون مهم جدا جدا ان احنا نستخدم عينينا اكتر من ايدينا، مهم جدا النقطه دي. طيب يبقى دي المرايه علشان لو احنا في حاجه مش شايفينها بشكل مباشر نقدر نشوفها بشكل غير مباشر ان احنا نستخدم المرايه دي، وقصاد الانعكاس بتاعها هنقدر نشوف الاجزاء اللي احنا حتى مش شايفينها بشكل مباشر. يبقى دي النقطه الخاصه بالمرايه. نروح للنقطة الثالثة اللي موجودة عندنا كلنا وهي البراش بتاعتنا، الفرشة اللي احنا بنستخدمها. ومهم جدا لما نيجي نعمل البراشنج بتاعنا للأسنان في وجود التقويم ان احنا بناخد جزء جزء، مفيش داعي ابدا نغسل اسناننا كلها مره واحده او حتى الفك العلوي كله مره واحده والفك السفلي مره واحده، لا انا عايزك تاخد جزء جزء. ولما نيجي نبدا البراشنج بتاعنا نبداه في سيركلر موشن بالشكل ده، نبداه في حركه دائريه للجزء اللي احنا متارجتينه احنا عايزين نغسله، فنبدا نغسل في حركه دائريه ثم زاويه 45 درجه من تحت البريسز ثم زاويه 45 درجه من فوق البريسز ثم السطح اللي احنا بناكل عليه ثم السطح الداخلي للاسنان. اوكي، طيب يبقى احنا كده شرحنا ان احنا بناخد جزء جزء، نغسل في حركه دائريه ثم من فوق البريسز ثم من تحت البريسز ثم السطح اللي احنا بناكل عليه ثم السطح الداخلي للاسنان.
فاحنا مهم ان احنا ناخد وقتنا ونبقى زي ما اتفقنا تيك يور تايم اثناء البراشنج، ان احنا تتاكد من ان انت شلت كل بقايا الاكل من على الاسنان علشان تتاكد من صحه الفم والاسنان. ودي النقطه الثالثه او الجزء الثالث اللي موجود في العلبه السحريه بتاعتنا. طيب ايه كمان موجود جوه العلبه؟ في كمان فرشة صغيرة. الفرشة الصغيرة دي بتكون مهمة جدا للأطفال أو الناس اللي مش هتقدر تاخد العلبة كلها وهي رايحة أي مشوار أو رايح المدرسة أو رايح الدرس ورايح مشوار أو رايح عزومة ما، فهو متوقع إن هو هيتناول وجبة وهو خارج. فمهم جدا إن البرش الصغيرة دي تكون في جيبك علشان بعد ما حضرتك تتناول الوجبة بتاعتك مهم إن أنت تبرش يور تيث علشان تتأكد من نظافة الفم والأسنان. عايز أقول لكم كمان بالصدفة في أحد الحالات مرة قال لي يا دكتور، يعني لو أنا مثلا في مطعم أو أنا في خارج مثلا خروجه مع أصحابي كل الناس تبقى بتغسل إيديها بس في التويلت وأنا بس اللي أطلع الفرشة وأعمل براشنج للأسنان، قلت له أنت زعلان إن أنت أكتر واحد هتكون نظيف وبتحافظ على نظافة الفم والأسنان في الخروجة بتاعتك، ده شيء رائع وشيء مهم جدا ودي حاجة حلوة، دي حاجة نتفاخر بيها مش حاجة نبقى محرجين منها. دي نقطة حبيت أأكدها لحضراتكم، وبكده دي رابع مكون موجود في العلبة السحرية بتاعتنا. نروح للنقطة اللي بعدها وهي الفرشة الصغيرة أو الانتردنتال براش. الانتردنتال براش دي هي فرشة صغيرة زي ما حضراتكم شايفين، بس هي بتساعدنا ان احنا نقدر نغسل الاسنان بتاعتنا او نقدر ندخل الفرشة الصغيرة دي تحت الواير زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. فانا اقدر ان انا ادخل الانتردنتال براش تحت السلك بالشكل ده او من فوق السلك بالشكل ده زي ما هو واضح بالنسبة لحضراتكم، اقدر ان انا استخدمه بشكل دقيق وبالتالي اتأكد من نظافة الفم واي جزء في الاسنان او اي جزء في البريسز او حتى حول البريسز كان في بقايا اكل، بتأكد ان هو نظيف 100% من استخدامنا للانتردنتال براش. لكن عايز أأكد على حضراتكم إن مش هي دي المين، مش هي الأساسية. الفرشة الأساسية بالنسبة لنا هي الفرشة الكبيرة واللي بتقدر تغسلي أسناني بشكل ممتاز، إنما دي علشان بس أوصل للبرفكشن، أوصل لأفضل درجة نظافة للفم والأسنان حول البريسز، فأنا لازم أستخدم الإنتر دنتال براش. ده بالنسبة للمكون الخامس في العلبة بتاعتنا. نروح دلوقتي للمكون السادس وهو الفلوس. الدنتال فلوس او خيط الاسنان ده بيكون جزء مهم جدا علشان يكتمل نظافة الفم والاسنان بالنسبة لنا ان احنا نستخدم الفلوس ده، واستخدامنا للفلوس هيأكد لنا ان احنا تأكدنا من عدم وجود اي بقايا للاكل كمان في المثلث اللثوي اللي بين الاسنان. نقدر ان احنا نستخدم الخيط بتاع الاسنان زي ما هو ده حضراتكم كده بالظبط، ونقدر ندخله من تحت السلك ونقدر نعمل الفلوسنج بتاعنا. هوريه لحضراتكم حالا. اوكي، زي ما حضراتكم شفتوا بالشكل ده، فانا اقدر ان انا ادخل الفلوس ده، اقدر ادخله تحت الواير ثم ابدا الجنتل بالراحه خالص ابدا اطلع لفوق عند اللثة في الفك العلوي علشان اتاكد لو في اي بقايا اكل موجوده في المثلث اللثوي اللي بين كل سنه والتانيه، بيبقى فيه مثلث كده خلاص، دي الجزء ده من الجم بيبقى احيانا في بقايا اكل بتختبئ فيه بتسبب لنا تسوسات فيما بعد. فلو احنا قدرنا باستخدام الفلوس ان احنا نتاكد من نظافه الجزء ده بعد الوجبات، ده هيكون شيء بيرفكت ورائع علشان تكتمل نظافه الفم والاسنان. طيب هل كده احنا خلصنا المحتويات بتاعتنا اللي موجوده داخل العلبه؟ لا، في مكون سابع واخير وهو الاورثودونتيك واكس او البريسز واكس، الشمع بتاع التقويم. الشمع بتاع التقويم ده بيكون مكون مهم جدا وهي احد الهدايا المهمه اللي انا بديها لحالات التقويم. استخدام الشمع بتاع التقويم ده بيكون ضروري بالذات في الفتره الاولى، هوريه لحضراتكم حالا، بيكون مهم في الفتره الاولى. طيب ليه هو مهم في الفتره الاولى من التقويم؟ لان احيانا بيبقى فيه جزء مثلا شارب شويه او بيبقى فيه مثلا طرف من السلك متواجد في اخر الفم، بيبقى احيانا في بعض البريسز بتكون مثلا شارب شويه بتعاكس الحاله، لو فرضنا ان الناب مثلا كان عالي شويه ممكن الفص بتاع التقويم نفسه يكون بيعمل سكراتش وبيعمل خدش في انسجه اللثه والتشيك بتاعتنا من الداخل، وبالتالي الاجزاء دي اللي ممكن تكون شارب وتعاكس الحاله، ومن هنا الحاله تقدر تستخدم
الظهر بتاع المرايه ونقدر نقطع حته صغيره من الشمع بتاع التقويم ونغطي بيها الجزء اللي هو بيخربشنا او الجزء اللي بيعمل لنا السكراتش ده علشان نتجنب اي تروما ممكن تحصل للليبس او نتجنب اي مشاكل ممكن تحصل للشفه بتاعتنا او للخد بتاعنا من الداخل. فدي برضو بيكون ليها دور مهم جدا بالذات في الفتره الاولى من التقويم، يعني خاصة الفترة الأولى في التقويم بيبقى مهم جدا إن الحالات يبقى معاها الأورثودونتيك واكس أو البريسز واكس، الشمع بتاع التقويم ده بيكون ليه دور مهم إن هي تتجنب بيه أي مشاكل أو أي خدوش ممكن تحصل تكون مزعجة بالنسبة للحالة. وبكده نبقى خلصنا محتويات العلبة السحرية بتاعتنا، ونعيدها تاني سريعا: الشمع الخاص بالتقويم، الخيط الدنتال فلوس الخاص بتنظيف المثلث اللثوي اللي بين الأسنان، الانتر دنتال براش اوكي، الفرشه الكبيره بتاعتنا، الفرشه الصغيره علشان لو احنا خارجين او دور ولا حاجه رايحين عندنا اي مشوار، وكمان التايمر الساعه الرمليه اللي احنا اتكلمنا عنها، واخيرا الدياجنوستيك ميرور المرايه اللي احنا بنستخدمها دي زي اللي عندنا في التشخيص، الحاله بتستخدمها علشان تشوف اللي هي مش قادره تشوفه بشكل مباشر بتقدر تشوفه بشكل غير مباشر. مش محتاج اكد ان احنا اتكلمنا على نقطه المرايه اللي مهم جدا ان احنا نستخدم المرايه ونستخدم عينينا اكتر من ايدينا، مش ان احنا نستخدم ايدينا بس في البراشنج، لا انا عايز حضراتكم تغسلوا اسنانكم لكن اثناء ما احنا ناظرين الى المرايه علشان نتاكد من نظافه الفم والاسنان بشكل بيرفكت وتكون امورنا ماشيه على احسن ما يكون. اتمنى ان الهايجينيك كيت دي تكون عندكم جميعا كحالات التقويم، واتمنى كمان ان انتم تعرفوا تستخدموها كويس جدا. لو ليكم كمان اي اسئله تقدروا تسيبوها لنا في الكومنتات، لو عندكم اي مشاكل خاصه بالاسنان بشكل عام او بالتقويم بشكل خاص تقدروا تسيبوا لنا في الكومنتات وان شاء الله نطلع نجاوبها مع حضراتكم. اتمنى ان الفيديو بتاع الهايجينيك كيت او العلبه السحريه الخاصه بالتقويم يكون واضح بالنسبه لحضراتكم. محتاج اكد كمان على ان نظافه الفم والاسنان دي احد المفاتيح السحريه اللي بتخلينا نوصل لافضل نتيجه ممكنه في اقل وقت ممكن. اتمنى النقط دي كلها تكون وضحت بالنسبه لحضراتكم، وان شاء الله دايما اشوفكم على خير حال. كان معاكم دكتور اسلام نبيل، سلام عليكم، باي باي.